هتشوفوا يمين شويه لو سمحتوا الطريق انت هضربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالسادة الحضور، نرحب بالمنصة الكريمة السلام الجمهوري جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير سيدنا محمد رضي الله عنه وعن أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم والجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله مقدمكم الكريم لحضور هذا الحفل الذي ازداد نورا وبهاء بتشريفكم له في يوم فاق جماله اياما مضت، في يوم حصاد السنين، حصاد الجهد والعمل والوقت، في يوم تنتظره قلوبنا قبل اعيننا. ايها الجمع الكريم، إن تشريفكم لحفل التخرج هذا قد أضاف إلى بهجتنا فرحة أخرى لا تقل عنها، إذ لا طعم لتخرج الأبناء إلا بفرح الآباء. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه أولا. المنصة الكريمة، السادة الحضور، يتجدد اللقاء معكم، وباسم الكلية نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضوركم الكريم وللرعاية الكريمة للسيد الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة. والسيد الأستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. أيها الجمع الكريم، يحلو يومنا وتتعطر نسائمه عندما نبدأه بآيات من الذكر الحكيم مع تلاوة طيبة مباركة يطلوها علينا الطالب محمد عوف، الطالب بالمستوى الثاني برنامج الفيزياء الحيوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الجمع الكريم، من هنا من هذا الصرح التعليمي الشامخ تبدأ الخطوة الأولى دائما نحو الحياة والعلم، نحو العالم والنجاح معا، لنبني طريقنا بانطلاقة واثقة راسخة كالجبال، مدعومة بالحب والعطاء والإخاء من علماء أفاضل مهدوا لكم الطريق وزللوا أمامكم الصعاب لتكملوا رسالتكم على أجمل وجه. والآن مع فيلم وثائقي يعرض جزءا بسيط من تاريخ وإنجازات كلية العلوم.
أنا بأدعو طلاب القسم العلمي الثانوية العامة أنهم يحطوا كلية العلوم في مقدمة أولوياتهم. كلية العلوم اللي تخرج منها أحمد زويل، مصطفى مشرفة، ويحيى المشد، وكتير كتير من العلماء المصريين. مستقبل مصر الحقيقي في التقدم العلمي، مستقبل مصر بيبدأ من كلية العلوم. إنما ما ندعو إليه إن تحصل تحصيل علمي رفيع، ناخد وضع علمي جيد، لأن عندنا أمل دي بلدنا، وعندنا أمل نتقدم في لحظة ما من اللحظات. عايزين وقتها يكون عندنا رصيد علمي محترم من خريجين من كليات العلوم، أقسام الفيزياء والكيمياء والأقسام الأخرى. فرجاء مرة أخرى لا تتركوا كلية العلوم ولا الكليات العلمية، لأنها المستقبل الحقيقي لمصر. اسمي محمد هيبة، خريج كلية العلوم قسم كمبيوتر ساينس، اتخرجت في دفعة 2015. اشتغلت في اتصال انترناشونال بقرية تكنولوجيا في المعادي في المجال بتاعي، شغل قسم IT، ولسه متخرج من الكلية. وده طبعا الحمد لله اشتغلت في المجال ده لأن بفضل مجهودي وتعبي في القسم، وطبعا استفدت كتير جدا من القسم ومن الشغل مع الدكاترة في مشروع القسم ومشروع التخرج. على
على أي أمور في حياتك. خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك. شغلك حيخليك تتميز نلا ساعات من ما تنامش ما تسنين انت ما بتقومش. احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واجب تعب البلدي والمصر الاكبر متحيز. لك اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك. شغلك حيخليك تتميز على أي أمور في حياتك. خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى ربوك حساباتك. شغلك حيخليك تتميز نلا ساعات من ما تنامشي ما تسنين انت ما بتقومشي. احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واجب تعب البلدي ومصر اكبر متحيز. مش معنى جدودنا ما بخلوش وصرت هيخاف شوف الماضي. شوف حاجات زي ما نسيناهمش نلا ساعات من ما تنامشي ما تسنين انت ما بتقومشي. احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واجب تعب البلدي ومصر اكبر متحيز. على أي أمور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بأرجوك حساباتك. شغلك هيخليك تتميز على أي أمور في حياتك. خلي بلدك أكبر حيز راجع بأرجوك حساباتك. شغلك هيخليك تتميز على أي أمور في حياتك. ساعات من ما تنامشي ما تسنين انت ما بتقومشي. احنا بنعمل كده لولادنا.